وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة العميد خالد عكاشة، مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية والاستراتيجية. بعد التحية العميد عكاشة، ما تعليقكم حول تهديد النظام الإيراني بالقيام بهجمات سبرانية على العالم، وذلك ردا على العقوبات الأمريكية التي أطلقها الرئيس ترامب تجاه طهران؟ مساء الخير وتحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. يعني الحقيقة بجد أن هذا التخوف من قبل الأجهزة الأمنية على مستوى العالم من أن تستخدم إيران سلاح الإرهاب السبراني أظنه تخوف في محله تماما، وأعتقد أن الأجهزة الأمنية تتعامل بجدية حول هذا الشكل من أشكال الردود الإيرانية المتوقعة حول كردة فعل على العقوبات التي تم فرضها عليها مؤخرا. كما أننا اعتدنا أن تكون إيران تغرد دائما خارج سرب الانضباط الدولي والقوانين الدولية على صعيد ملفات عديدة ومتنوعة، أظن في هذا الإطار على وجه التحديد تمتلك إيران ذخيرة من الإرهابيين التقنيين كما يطلق عليهم في أروقة الأجهزة الأمنية. نعم. أنهم أشخاص مدربون تلقوا تأهيل وقدرة على الاختراقات والهاكرز بشكل محترف. هذا نمط عمل عام للتنظيمات الإرهابية، وربما كثير من الأجهزة الأمنية تعلم أن الميليشيات الإرهابية المتنوعة على مستوى العالم تحاول اختراق هذا المجال أو اكتساب مهاراته من قبل أعضائها. لكن الخطير جدا فيما يخص إيران حقيقة أن تدريب وتأهيل هؤلاء المخترقين والإرهابيين السبرانيين الحقيقة في إيران يتم بشكل مؤسسي، وهذه هي درجة الخطورة. أن مدربينهم يقوموا بتأهيلهم التأهيل الكافي والقادر على إحداث اختراقات، ربما شل حركة الخدمات الإلكترونية في مناطق بعينها، ربما يتم استهداف بعض من المصالح الأمريكية على وجه التحديد أو ربما الأوروبية في إحداث حالة من حالات الخلل الإلكتروني. والجميع يعلم طبعا أن النهاردة كافة المعاملات والخدمات التي يتم تقديمها إلى المواطنين على مستوى دول العالم أصبحت مربوطة بالشبكة الرقمية بصورة كبيرة، فهذا الأمر سيكون موضع إيذاء كبير في حال تنفيذه من قبل إيران. وإيران قد لوحت حقيقة بأنها سوف تستخدم أسلحة غير تقليدية، هذا هو الأمر. نعم العميد عكاشة، من خلال موقعكم في المركز الوطني للدراسات الأمنية والاستراتيجية، هل تم التطرق لموضوعات حول هذه الهجمات السبرانية التي يقوم بها النظام الإيراني في اتخاذ خطوات احترازية من هذا القبيل؟ يعني الحقيقة أخضعنا هذه المسألة بالفعل في مركزنا بالقاهرة إلى الدراسة واستخلاص أن التنظيمات الإرهابية العادية حتى تنظيم داعش والقاعدة وغيره يدرب عناصره بإمكانيات محلية بإمكانيات محدودة إلى حد ما حتى الآن، لكن ما لفت نظرنا وجعلنا نضع بعض من التوصيات المهمة هو أن إيران تجهز ميليشيات إلكترونية حقيقية تمتلك مهارات جدية، لا تستقي المعلومات من الخفاء، ولكن تفتح العلاقات مع تكوينات من داخل الدولة الإيرانية مثل الحرس الثوري الإيراني، مثل كتائب وميليشيات حزب الله. يعني هناك شبكة معقدة تستطيع أن تضع هؤلاء في مساحات أو درجات قابلة للاختراق الحقيقة شديدة الخطورة. هذا نعم، برأيك العميد خالد كيف يمكن الوقف أو القضاء على هذا النوع من الهجوم من أجل ضمان استمرارية أمن أنظمة المعلومات المختلفة في أرجاء العالم؟ يعني هذه هي النقطة شديدة الأهمية الحقيقة، إن الأجهزة الأمنية في الفترة الحالية من مفترض أنها بترفع درجة استعدادها القصوى، بتجري إجراءات احترازية لحماية أنظمتها الرقمية
بصورة جيدة من محاولات الاختراق. أعتقد أن حضراتكم عندما تطلقون مثل هذا الخبر أو هذه الإضاءة حول هذه النقطة ربما ستحسب كإشارات إنذار مبكر صحيحة وضروري من الالتفات إليها. ونحن في القاهرة وضعنا توصيات من هذا النوع أن يكون هناك يعني مصدات دفاعية إلكترونية تستطيع أن تحمي الخدمات الحكومية، خدمات البنوك، خدمات الانتقال والتنقل، شبكات الطيران المدني على سبيل المثال، الأماكن الشديدة الحيوية والتي تقدم خدمات بأعداد كثيفة لمواطنين بشرائح كبيرة. هي هذه النقاط هي التي ستكون على وجه التحديد هي موقع الاستهداف من قبل الميليشيات الإيرانية. نعم، يعني من القاهرة العميد خالد عكاشة مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.